أهلا بكم متابعين قناة مصر الآن. قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار. وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل. أعلنت مسار التونسية صباح اليوم الأحد وفاة شاذلية فرحات السبسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 82 عاما بعد تعرضها لأزمة صحية. وأكد حافظ السبسي ابن الفقيدة نبأ الوفاة في تصريحات إعلامية، موضحا أن وفاة والدته جاءت بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرا عقب أن تم نقلها أمس إلى المستشفى العسكري حيث فارقت الحياة. وقال السبسي الابن في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: الله أكبر الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي. تلقى التونسيون خبر وفاة السيدة الأولى السابقة في البلاد بالتزامن مع توجههم إلى صندوق الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية التونسية، حيث انسحب مرشحين اثنين وتبقى 24 آخرين، والمنسحبان هما محسن مرزوقي وسليم الرياحي. يذكر أن شاذلية سعيد فرحات السبسي ولدت يوم الأول من شهر أغسطس 1936، وهي محامية وسياسية، وكانت سيدة تونس الأولى السابقة بصفتها زوجة الرئيس الباجي قايد السبسي السابق. تزوجت شاذلية فرحات من السبسي في فبراير 1958، وأنجبت منه 4 أبناء، بنتان أمل وسلوى، وولدان محمد حافظ وخليل. ويوم 25 من شهر يوليو 2019 أعلنت السلطات في تونس عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري الأصلي بتونس، حيث حضرت جنازته حينها العشرات من الرؤساء وزعماء الدول حول العالم، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي نهاية الفيديو، لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار.